من الرباط تنضم إلي مراسلة الغد فدوى المرابطي. فدوى، إذا ما طبيعة الأحداث التي جرت في المعبر وكيف هو الوضع الآن وهل من تصريحات رسمية؟ نعم، بحسب ما أورده مسؤول رفيع المستوى في تصريح لإحدى الوكالات وكالات الأنباء الدولية، فإن الأمر كان يتعلق بطلقات استفزازية قرب منطقة القرقارات، لكن هذه الطلقات لم تؤثر على محور الطريق ولم تتعطل حركة السير به، وقال بأنها تدخل في خانة المضايقات الاستفزازية التي تعمد جبهة البوليزاريو الانفصالية إلى القيام بها منذ 3 أشهر. تاريخ تدخل المغربي من أجل تأمين حركة العبور في معبر القرقارات الحدودي مع موريتانيا وإعادة الأمور إلى نصابها، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية ودعم لعديد من الدول للمغرب في هذه الخطوة من أجل يعني إعادة الاستقرار وإعادة الأمور إلى نصابها والاحتفاظ بالوضع القائم. الوضع في القرقارات اليوم وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في تواصلنا معها أن الوضع هو هادئ طبيعي، وأن حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، وعندما نقول بين المغرب وموريتانيا في امتدادها إلى جنوب الصحراء، هي غير مضطربة بأي شكل من الأشكال، وأنه تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس باعتباره هو القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فقد تم تأمين حركة المرور بالقرقارات من قبل القوات المغربية، وهذا ما تؤكده أيضا مقاطع الفيديو الواردة منذ ساعات الصباح الأولى التي تظهر انسيابية ووضع هادئ في هذه المنطقة. يمكن القول أن هذا الأمر يتعلق بادعاءات تصفها مصادر مطلعة بالملف بالعبثية وتسميها بالوهمية وبالمحاولات التي تسعى من خلالها جبهة البوليزاريو ومن خلالها من خلال ميليشياتها الإعلامية إلى إظهار أن المنطقة تعيش وضع يمكن وصفه بوضع حرب، من خلال الترويج للأخبار الزائفة، نشر بيانات وبلاغات حرب وصلت اليوم إلى أزيد من 40 بلاغ، أيضا في مرات يتم توظيف صور لأحداث وقعت في دول أخرى والترويج على أنها تقع في المنطقة وأن المنطقة تشهد اشتباكات وهي فقط مجرد أخبار عارية من الصحة. مجمل القول أن الوضع في منطقة القرقارات حسب مصادر مطلعة وحسب مصادرنا الخاصة وحسب تواصلنا بأحد المتواجدين في عين المكان، الوضع هادئ، الوضع طبيعي ولا شيء يدعو للقلق. طيب فدوى، يعني هل من تحركات أمنية ما خشيت، يعني خصوصا بعدما جرى الحديث عن هجوم لميليشيات البوليساريو هناك، هل من تحركات أمنية ما خشيت حدوث أي شيء مماثل؟ دعيني في رد على سؤالك أعود إلى تدخل المغرب في شهر نوفمبر المنصرم من أجل تأمين منطقة القرقارات، وذلك بعدما عمدت جبهة البوليزاريو الانفصالية إلى العديد من الأعمال الاستفزازية، وكان هناك تدخل حاسم للقوات المغربية، تدخل سلمي لم تقع به أي خسائر بشرية، فقط لإعادة الأمور إلى نصابها. الأكيد أن القوات المغربية متأهبة ويعني تراقب عن كثب الوضع الميداني في المنطقة، وأن هذه الاستفزازات ليست هي الأولى، كانت في العديد من المرات كانت جبهة البوليزاريو تنشر أخبارا على أنها تقوم بشن حرب، بإطلاق صواريخ، بوقوع ضحايا، باعتقال أسرى، إلى ما غير ذلك من الأخبار العارية من الصحة. لكن في مجمل القول كما قلت، الوضع إلى حدود الساعة الوضع هادئ، لا ينذر بأي مخاطر أو أي بوادر لتطورات ميدانية، فقط هي مناوشات، هي استفزازات من طرف جبهة البوليزاريو تقوم القوات المغربية بالرد عليها من أجل وقف هذه الاستفزازات. المغرب سبق له
من خلال تصريحات سابقة أن قال بأن المغرب هو متشبت بالحل السلمي، متشبت بالشرعية الأممية، وأنه لن يتردد في الرد على هذه الاستفزازات من أجل حماية أمن واستقرار المنطقة. المغرب أيضا أكد أنه أكد تشبته باتفاق وقف إطلاق النار وباحترامه للقرارات الأممية، وهو الأمر الذي لا يسعى الطرف الآخر إلى احترامه، ويسعى دائما إلى خلق نوع من البلبلة ومن الضجة الإعلامية فقط لإثارة الرأي العام، وأيضا بسبب ما حققته الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة، نرجع إلى افتتاح القنصليات والاختراق الدبلوماسي الأخير باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب كاملة على أراضي الصحراوية. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة الغد من الرباط فدوى المرابطي.